أوضاع إنسانية وأمنية متردية في ظل تزايد وتيرة القصف في إدلب. يعيش الأهالي في محافظة إدلب أوضاعا إنسانية صعبة جراء القصف العشوائي المتواصل الذي تشنه قوات النظام السوري والطيران الروسي. القصف المستمر يتسبب في بث الذعر والقلق بين الأهالي وسط مخاوف كبيرة من احتمال إقدام النظام على ارتكاب مجازر بحقهم. لا تتوقف معاناة الأهالي عند هذا الحد، إذ يفاقم منها الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في مناطق تغلب عليها البطالة. مأساة إنسانية كبيرة هي التي تعيشها محافظة إدلب. تؤججها الآن نيران الحرب المستعرة التي تحصد كل يوم المزيد من الأرواح وتتسبب في حركة نزوح كبيرة. وهكذا تزداد مخاوف الأهالي يوما بعد آخر من احتمال وقوع حرب كارثية في محافظة إدلب، لا سيما مع استمرار قوات النظام بدفع المزيد من التعزيزات العسكرية في محيطها وتصاعد وتيرة العنف والاستهدافات المتبادلة بصورة كبيرة منذ منتصف الشهر المنصرم. قصف متواصل على المنازل والممتلكات يخلف حركة نزوح جماعي، فضلا عن أوضاع معيشية وخدمية سيئة إلى درجة تعجز عن الوصف. هذه هي الحال في محافظة إدلب التي تترقب كارثة محدقة ستقع لا محالة إذا لم يتم لجم آلة القتل والدمار. معنا الآن من ريف حماة محمد حاج إبراهيم مراسل وكالة المصدر، وعلى أمل أن ينضم إلينا من ريف إدلب مراسلنا حازم الشامي. محمد حاج إبراهيم مساء الخير. مساء النور أخي. بداية، ما هي أبرز الأحداث والتطورات في الريف الحموي اليوم؟ بداية، من ريف حماة الشمالي يستمر تصعيد قوات النظام بالرغم من الاتفاق الذي تخضع له المنطقة، حيث قامت قوات النظام الأسد والميليشيات الموالية لها بتجديد قصفها المدفعي لمناطق المدنيين، حيث طال قصف مدفعي من قبل مواقع النظام المتواجدة في صوران منازل المدنيين في قرية لحاية وأطرافها بريف حماة الشمالي، في حين قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة من المعسكر الروسي في قرية الجبارية على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. ونبقى في شمالي حماة، حيث قامت قوات النظام المتمركزة في قرية المغير بقصف قرية بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي بقذائف الهاون، حتى ولم يسلم المزارعون من استهداف قوات النظام، حيث استهدفت بصواريخ كورنيت الأراضي الزراعية التابعة لقرية الزكاة بريف حماة الشمالي دون وقوع أي إصابات. وانتقالا لريف حماة الغربي الذي شهد حالا مماثلة، استهدفت قوات النظام في قرية قبر فضة بقذائف الهاون قريتي الحويز والحرية بريف حماة الغربي، كما وتعرضت أيضا بلدة زيارة بريف حماة الغربي لقصف من قبل قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين بريف حماة في الريف الذاتي. انقطاع الخدمات وتفاقم المعاناة الإنسانية إثر استمرار القصف. إنسانيا، تستمر موجة النزوح من القرى التي تتعرض للقصف بشكل يومي في ريف حماة الشمالي والغربي للمناطق الأقل خطورة والتي لا يطالها القصف بشكل نسبي. يشار أن قوات النظام أطلقت سراح أحمد كاتب زكريا من أبناء مدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي بعد اعتقال دام قرابة 7 سنوات في غياهب سجون التعذيب. طيب، بحسب بعض المصادر بالأمس كان هناك تسير للدوريات التركية للمرة الثامنة على التوالي باتجاه مورك. محمد، هل لديك تفاصيل أكثر حول ذلك؟ نعم أخي، تم تسيير الدوريات من منطقة من ريف إدلب الجنوبي حتى مورك، لكن ذلك لم يوقف القصف على المدنيين بشكل أبدا. هل ما زالت الحركة التعليمية متوقفة محمد؟ نعم أخي، متوقفة في جميع القرى التي تتعرض للقصف. صحيا، هل من منظمات إنسانية تقدم الدعم في ظل تزايد وتيرة القصف؟ لا يوجد أخي أي منظمات تقدم الدعم للقرى التي تتعرض للقصف أبدا. أنا أشكرك جزيلا محمد حاج إبراهيم مراسل وكالة المصدر، حدثتنا من ريف حماة. والآن أنتقل إلى مراسلنا من ريف إدلب حازم الشامي. حازم مساء الخير.
حازم هل تسمعني؟ يبدو بأننا نواجه إشكالية في التواصل مع مراسلنا من ريف إدلب حازم الشامي، ريثما يتم الاتصال جاهز في الحقيقة بات جاهز. حازم مساء الخير، هل تسمعني؟ حازم، في الحقيقة مشاهدينا الكرام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان والكثير من المصادر الإعلامية التي تواكب وتراقب المشهد في إدلب وأريافها، لا تزال حتى هذه اللحظة الأوضاع الإنسانية المتردية والأوضاع الأمنية التي تلاحقها حالات انفجار العبوات الناسفة كما حدث في مدينة إدلب بالأمس، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والصحية المتردية، هي ما يسود المشهد في إدلب وأريافها، بالإضافة إلى ما رتبه ذلك أو أن ذلك يأتي نتيجة هيمنة تهيئة تحرير الشام الإرهابية، وأكثر من فصيل يندرج ضمن قوائم التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي الذين يسيطرون على هذه المدينة، وبالتالي مما يعطي الذرائع لقوات النظام وحلفائها لشن القصف في كل الأوقات على هذه المدينة وعلى أريافها. وأيضا منذ أن أعلنت هيئة تحرير الشام الإرهابية هيمنتها ولو من الناحية الإدارية على كامل إدلب وأريافها، توقف بشكل شبه كلي الدعم المقدم من قبل المنظمات الإنسانية، نتيجة لما قالوه بأن ذلك سينعكس إيجابا على إيرادات هذا التنظيم الإرهابي. يبدو بأن مراسلنا من ريف إدلب مازن الشامي مراسل وكالة زيتون الإعلامية سينضم إلينا الآن ليعطينا آخر تفاصيل في الريف الإدلبي. مازن مساء الخير. نعم مساء الخير. مازن، ما هي أبرز الأحداث والتطورات في إدلب وأريافها اليوم؟ نعم، يعني اليوم تعرضت بلدة الشيخ إدريس بالريف الشرقي لإدلب لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل روسيا وقوات الأسد، مما أدى لاستشهاد طفلين وجرح العديد منهم جراء استهداف مدرسة الأطفال، فيما تعرضت أيضا بلدة التمانعة وقرية تحتاية بالريف الجنوبي لإدلب لقصف مدفعي عنيف. طبعا مباشرة قام الثوار بالرد على مصادر النيران واستهدفوا مقرات الأسد الواقعة في تل كلبة غرب أبو الظهور بالريف الشرقي، وذلك بالقذائف المدفعية والصواريخ. طبعا بالنسبة لريف حماة اليوم أيضا تعرضت المنطقة لقصف. مازن هل تسمعني؟ نعم. مازن، في الحقيقة تقطع الصوت مؤخرا، حبذا لو تعيد لنا الفكرة، كنت تود أن تحكي شيء عن ريف حما. طيب، بالفعل اليوم كان هناك قصف عنيف على عدة مدن وبلدات، وخاصة مورك وكفر زيتا والحاية وكفر نبودة ومحيط قرية عطشان. طبعا القصف كان عنيف جدا. بالمقابل كان هناك عملية تبادل لثلاثة أسرى، منهم امرأة، ما بين النظام وهيئة تحرير الشام. طبعا النظام سلم ثلاثة أسرى وهيئة تحرير الشام سلمت ثلاثة مواقع لجثث تابعة للنظام تم دفنها في معارك السكة. إنسانيا كيف تبدو الأوضاع في إدلب وريفها في ظل هذا القصف المستمر مازن؟ حقيقة الوضع مأساوي جدا، وخاصة الذين تم تهجيرهم مؤخرا من ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. اليوم عدة منظمات يعني فتحت حوالي ست صالات في الدانة وفي ريفي حلب الجنوبي والغربي، وأيضا كان هناك صالة سوف تفتح في معرض النعمان. هذه الصالات هي للألبسة من أجل مساعدة يعني المهجرين الذين تركوا منازلهم وخرجوا بدون لباس. أيضا الوضع المأساوي لهؤلاء المهجرين في الخيام، يعني معظمهم نصبوا الخيام أو اشتروا خيام ونصبوها، لأن حقيقة معظم المنظمات لم تقدم شيء للمهجرين وخاصة الخيام. اليوم الوضع مأساوي لهؤلاء المهجرين الذين خرجوا يعني لم يخرجوا بأي شيء سوى بثيابهم إلى الشمال السوري. معظمهم كما ذكرت لك اشتروا خيام ونصبوها على الجبال على الحدود السورية التركية، ويقطنون الآن في البرد القارس. الآن درجة الحرارة تقريبا حوالي 1 تحت الصفر في الشمال السوري وبالتحديد على الحدود السورية التركية. هؤلاء المدنيين يقطنون الآن في هذا الجو البارد بدون طعام بدون شراب، حسبنا الله ونعم الوكيل.
شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات مازن الشامي مراسل وكالة زيتون الإعلامية، حدثتنا من ريف إدلب. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام لختام حديث اليوم، كل الشكر لكرم المتابعة، إلى اللقاء.